موبايل ب 7000 جنيه. يا عم تشيل 7 ولا 6 خدت 50 جنيه. لا مش بفتش يا اخويا، مديك 50. انا بقول لك هو مديني 10. مديك 50 صدقني، مديني 10. لا انت ما حطيتش هنا، انت حطيت في جيبك ده. تقل ليه؟ طب انت اتخبطت ما خدتش بالك. مين اللي ما خدش باله؟ انت ما خدتش بالك. اصل انت بتقول لي دي 50، يعني انت بتسرقني، يعني انت بتندهني بتسرقني. لا والله بقول لك ما خدتش بالك، معلش حقك عليا. لا هو مديني 10 ولا مديني 50؟ هو مديني 10 ولا مديني 50؟ لو سمحت عايزين حد بالقلب لو سمحت. طب ثواني بس بالراحه 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 بس. بقول لحضرتك اهي. طب وريني اللي في جيبك هنا. وانا اوريك اللي في جيبي بتاع ايه. طب وريني اللي انا اوريك اللي في جيبي بتاع ايه. انت شفت حاجه؟ شفت حاجه؟ احنا شفنا. شفت حاجه؟ هو شفت حاجه؟ وريني الفلوس اللي معاك يا بني ادم. بالنسبه ايه؟ وريني الفلوس اللي معاك. اقفل يا ابني. يا عم انت خايف تطلع. انت متاكد ان هم 50؟ هم دلوقتي متاكدين. انا شايفها 50 على فكره، وانا شايفها 50.